طيب، حصاد بقى كأس الأمم الأفريقية وأبرز الدروس المستفادة في هذه البطولة الرائعة الحقيقة. مش ناخد الحصاد، احنا عاملين حصاد كده. هداف البطولة الأول طبعا إيميليو إنسوي اللي هو بيلعب في غينيا الاستوائية، 5 أهداف. الرقم الوحيد لمصر عمر مرموش، رغم ان مصر خرجت بدري من البطوله من دور ال 16، الا ان عمر مرموش المفاجاه خرج ان هو اكتر لاعب مراوغات ناجحه في البطوله ب 12 مراوغه. ده دليل ان احنا عندنا لاعب ما شاء الله في المراوغات الناجحه في الحل الفردي. ومحمد عبد المنعم ثالث افضل ممرر في البطوله، معدل تمريرات الاكثر صناعه للفرص لوكمان طبعا بتاع نيجيريا، ادينجرا في كوت ديفوار. بص بقى على ارقام مكوينا يا كابتن اسلام كريم، مكوينا لعيب صن داونز عمل من بطوله عمل بطوله. انا بصراحه يعني نفسي يجي النادي الاهلي. طبعا هو صن داونز صعب يبيعه لك، بس مكوينا لعيب هايل كبير في وسط الملعب، صحيح. لعيب كبير قوي. الاكثر صناعه للفرص 12 فرصه، يعني هتلاقيه رغم ان هو وسط ملعب 8. الاكثر تمريرات صحيحه هتلاقي ايفان اللي هو مدافع كوت ديفوار اللي بيلعب في روما، وهتلاقي مكوينا. بص ارقام، قلب كمان. الاكثر محاولات على المرمى هتلاقي فيكتور اوسمين مهاجم نيجيريا ومكوينا بتاع جنوب افريقيا. الاكثر تدخلات دفاعيه مافالا، والاكثر تاكلينج موديبا، الاثنين بيلعبوا في صن داونز طبعا. مافالا كان ممتاز جدا في الرايه الترجيح، انا صحيح. بصراحه كنت قلت هيضيع عشان هو مساك وعنيف كده، بس بصراحه كان ممتاز. معانا طول ما هو معاهم ويليامز اللي عايز يضيع يضيع. ويليامز عنده رقم يا كابتن اسلام، رقم غريب مش هيتكسر، خلي بالك. صعب سبع ركلات ترجيح في البطوله، في البطوله سبعة. بص حصلتش تاكيدا لكلامك، انا معايا تشكيلين مثاليين، واحد من صوفا سكور وواحد من هو سكور. بتاع صوفا هو الامانه المنطقي. بص اعرض، نعرض التشكيلين. لا الاثنين يلا يا سيدي. تشكيل صوفا سكور، وده التشكيله المثاليه لكاس الامم الافريقيه. في حراسه المرمى ويليامز، يعني الموقعين مختارين ويليامز احسن حارس منتخب جنوب افريقيا. نبدا الاول بصوفا سكور، لوكاس كوستا مدافع الراس الاخضر، وباسي اللي هو مدافع كوت ديفوار. نيجيريا. اشرف حكيمي باك رايت. لا هات الصوره الثانيه، ده هو سكورد. هات الصوره الثانيه بتاعت سوفا سكور، هو ده نيجيريا. واشرف حكيمي ظهير ايمن منتخب المغرب، ماسوكو ظهير ايسر منتخب الكونغو، مكوينا اللي هو لعيب جنوب افريقيا، فرانك كيسيف كوت ديفوار، كامارا في مالي، والثلاثة اللي قدام ادينجرا ده احسن لاعب صعد في البطولة بتاع كوت ديفوار، ولوكمان نيجيريا، وجيلسون دالا من انجولا. هات التشكيلة الثانية بقى بتاعت هوسكورت، ما فيهاش غير ويليام ومكوينا جنوب افريقيا. هم مختارين برضو ويليامز، مختارين جاسبر مدافع انجولا، لوكاس كوستا في الراس الاخضر، ده واحد من المفاجآت المدافع ده في كل الاختيارات. ماسوكو برضو في الكونغو، اشرف حكيمي في المغرب، عز الدين اناحي من المغرب، فرانك كيسيه من كوت ديفوار، ساديو ماني وكريبن دياتا الاثنين من السنغال. دي غريبه جدا اختيارات الاثنين دول، ده اختيار مش منطقي. والاثنين اللي قدام ايميلو ومصطفى محمد، دي اختياراتهم. خلي بالك مصطفى يستحق صراحة.